وحده اللي حط عليه ما سموش 48 هنجه واش طالب انت. هي اذا ايام معدودات تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، وفي جولة لنا لبعض نقاط البيع المخصصة للماشية بولاية قسنطينة اتضح لنا من خلال آراء بعض المواطنين ارتياحا بالنسبة لأسعار الماشية مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يؤكده لنا أحد الزبائن. خير سنة وكريم ربي إن شاء الله، وما بين عام الأول والسنة والسنة خير طايحة واحد 800 مليون فهمت. هاك شو جماعة ميزور كاين كاين بربع ملايين كاين بخمس ملايين كاين بثلاث ملايين كاين نزاد دوز ملايين دوز ملايين ونص. ويعود هذا الانخفاض في السعر حسب الموالين إلى كثرة العرض وانخفاض الطلب ووفرة رؤوس الأغنام هذه السنة، نظرا للحصار الذي فرضته مختلف المصالح الأمنية على الحدود لمنع تهريب الماشية إلى الخارج، وهو ما أحدث فائضا تسبب في تراجع الأسعار، كما وجد الموالون أنفسهم مجبرين على بيع مواشيهم في الأسواق المحلية لتجنب تكبد خسائر إضافية، خاصة وأن العيد الأضحى يعتبر المناسبة الوحيدة بالنسبة إليهم لتعويض التكاليف السنوية. المال السنة راهو طايح، والمال الموفر السنة بزاف، الماكلة واش طيح المال، الماكلة راهي غالية، أنا نصرف المال في القنطرة ب 450 تاع الماكلة فين يشيل المال هذا باش نوكلوه، وراهي طالعة الماكلة على هذاك الشيء باللي راهو طايح المال، والمال ياسر اليوم كل يوم في السوق تاع العبيد، المال كيما دخل خرج، السوق ما عاد هما تباع منه، تباعت حاجة قليلة. وتبعت بسومة طايحة يعني ماهيش يعني بسومة هاي وين دروك راك تشوفيها راك تشوفيها من الصباح احنا رابطين واحد ما اشرى واحد ما ادخره. كما لوحظ ايضا عزوف نسبي للمواطن في اقتناء اضحية العيد بتزامن عيد الاضحى المبارك مع الدخول المدرسي والعطلة الصيفية، علما ان ولاية قسنطينة قد خصصت اكثر من 30 نقطة بيع في مختلف ارجاء الولاية.